فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حياكم الله. استمعتم طال عمرك إلى البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية صباح هذا اليوم، وتم والذي أعلنت فيه تنفيذ حد القتل والقتل تعزيرا وحد الحرابة في 47 إرهابيا في 12 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية. تعليقكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الحكم الشرعي في الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويريدون أن يخلوا بالأمن وأن يخرجوا عن جماعة المسلمين، حكم الله فيهم أنهم من المفسدين في الأرض وأنهم من البغاة أو من الخوارج، تتنازعهم هذه المذاهب، وأشد من ذلك أنهم من المفسدين في الأرض. والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إن الأمن حق للجميع، وإن ولي الأمر هو القائم على هذه الدولة الإسلامية المباركة، وكذلك جنوده ورجاله، وكذلك العلماء، وكذلك كل من يؤدي لهذه الدولة عملا من الأعمال الموكلة إليه، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا بد من التعاون، ولا بد أن يؤدي كل مسؤول عمله الموكول إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا واجب على الجميع، أن يؤدي كل مسؤول عمله، وكذلك كل فرد من الرعية عليه أن ينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأن الأمن أمن الجميع، والدولة دولة الجميع، والبلاد بلاد الجميع. والله سبحانه وتعالى أمر بالتعاون، وأمر بأن ينصح كل مسؤول في عمله الموكول إليه بأن يؤديه على الوجه المطلوب. هذا هو الواجب على الجميع، وأن يبلغ عن كل من يريد أن يخل بهذا الأمن أو يخل بهذا الاجتماع المبارك، أن يبلغ عنه. والله جل وعلا نهى عن الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا من الأمانة. الله جل وعلا قال لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن تؤدوا الوظائف للإفتاء الدينية إلى أهلها الذين يقومون بها من المؤهلين والناصحين، وهذا لأجل أن تتم مصلحة المسلمين. كل يؤدي ما وكل إليه، وإذا حصل من أحد من يريد أن يحامل أن من يحاول أن يشق عصا الطاعة، من علم به فيجب عليه أن يبلغ عنه ولو كان من أقرب الناس إليه،
ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا محابات، لأن هذه خيانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين. فهذا من الواجب على الجميع، والأمن أمن الجميع، والبلاد بلاد الجميع. والله جل وعلا أمرنا بالمحافظة على بلادنا وعلى ديننا وعلى مصالحنا، وأن لا نسمح للعابثين والمفسدين بيننا بأي اسم تسموا وبأي مذهب تمذهبوا. فإن المسلمين على دين الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه منكر، يجب إنكاره ويجب إنهاؤه عن المسلمين. نعم. وهذا هو الواجب على الجميع. جزاكم الله خيرا. أفرادا وجماعات، ولا يجوز لأحد أن يسكت على من يريد أن يخل بهذا الأمن ولو كان من أقرب الناس إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في الأسفل كانوا يأخذون الماء من الطبقة العليا ويرجعون إلى من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في قسمنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم لغرقت السفينة ولهلك الجميع، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا هو واجب المسلمين، وهذا هو الحق، وهذا هو الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتم مصالح المسلمين ولا يتحقق الأمن ولا تقوم الجماعة إلا على هذا الأمر، هذا التناصح، هذا التعاون، هذا الترابط بين المسلمين. لا شك أن هناك من يعبثون بالأمن، لا شك أن هناك أعداء مدسوسين ومدفوعين أو يعتنقون مذهبا مخالفا لمنهج الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يجب الأخذ على أيديهم. هؤلاء هم الذين يجب الأخذ على أيديهم لئلا يفسدوا في المجتمع، ولئلا يخلوا بالأمن، ولئلا يفرقوا كلمة المسلمين، ولئلا يكونوا مدخلا للأعداء على هذا المجتمع المبارك. فالله جل وعلا أوصانا بهذا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يكون الرد إلى سنته، ويتولى هذا أهل العلم وأهل الحل والعقد. فقال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فواجب على جميع المسلمين، كل على ثغرة من ثغور الإسلام، كل يقوم بما يجب عليه، كل يحافظ على مصلحة المسلمين ومصلحة المجتمع كما يحافظ على مصلحته هو وأشد، لأن هذا هو الذي أوصانا الله جل وعلا به. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل مسلم فهو رجل أمن، كل مسلم في هذه البلاد فهو رجل أمن يحرص على حفظ هذا الأمن للجميع. فإذا رأى أو استراب في شيء فإنه يبلغ عنه أهل الحل والعقد ليراجع هذا الشيء ويمنع ما يفسد الكلمة ويفرق الجماعة. هذا واجب الجميع، وهذه بلاد الجميع، وهذه شريعة ماضية من الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. لا شك أنه يحدث في الأرض مفسدون، لا شك أن من هناك من يريد أن يخرق السفينة لأجل أن يغرق الجميع، ولكن يجب الأخذ على مثل هؤلاء بما يردعهم ويكف شرهم ويمنع بغيهم. ولهذا شرع الله قتال الخوارج وشرع قتال البغاة من أجل حفظ الكلمة ومن أجل البقاء على الجماعة ومن أجل صيانة الأمن. ولا تصلح الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. البيت لا يبنى إلا على عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. فلا بد من هذا، وهذا ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله وأجمع عليه سلف الأمة وخلفها. فلا يجوز أن نتساهل في هذا الأمر أو أن نلقي باللائمة على غيرنا أو بالمسؤولية على غيرنا. كل مسؤول من المسلمين أن يحافظ على هذا الأمن وما يخل به، ومن كان بيده سلطة فإنه يقوم بسلطته، ومن كان ليس بيده سلطة فإنه يبلغ أهل السلطة الذين بيدهم الحل والعقد. هذا هو واجب الجميع، والأمن أمن الجميع، والبلاد بلاد الجميع، والدولة دولة الجميع. ولا بد من التعاون على صيانتها وحمايتها وكف السوء عنها. ولا بد من الحذر ممن يدسون أنفسهم بيننا ويستغل شبابنا ويستغل المغررين منا فيملأ أدمغتهم من الشبهات. لا بد من تثقيف المجتمع، لا بد من تدريس العقيدة الصحيحة التي سار عليها المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتلخص فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. فإنها عقيدة جمعت ما يجب على المسلمين أن يأخذوا به لأجل حماية دينهم أولا، وحماية أمنهم ثانيا، وحماية بلادهم، وحماية شرفهم. كل هذا مما يجب على المسلمين أفرادا وجماعات. هذا هو واجب الجميع، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.